انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. حلقتنا النهاردة هتكون عن أقذر شخصيتين، وقذرتهم ناتجة عن كراهيتهم وسبهم وشتمهم للإسلام وإهانتهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشخصية الأولى هي أبانوب عماد ماهر صديق، ابن المستشار عماد ماهر صديق، وده طالب في كلية طب الأسنان جامعة الزقازيق. وواقعة إساءة أبانوب عماد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأت لما انتشر تسريب محادثة خاصة بينه وبين شخص مسلم، وخلال المحادثة كتب أبانوب ألفاظ خادشة للحياء وتهديدات للشخص المسلم، واللي منها إن ممكن يهينه، واستكمل المحادثة بألفاظ مسيئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلشان المحروس أبانوب يهرب من الفضيحة دي، طلع وكتب منشور وقال إن حساب الشخص اتهكر وتعرض للسرقة كمان، وقدم اعتذار على اللي حصل منه. والمنشورات اللي كتبها أبانوب في حسابه على تويتر واللي قدم فيها الاعتذار على اللي حصل منه والإساءة اللي وجهها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتؤكد بالفعل أنه كان قاصد الإساءة. وعلشان نيته السودة رجع تاني وحذف المنشورات بتاعت الاعتذار، ولكن الإخوة أخدوا سكرينات للمنشورات دي ونشروها على السوشيال ميديا. وتعالوا نسمع تعليق صوتي للمدعو أبانوب عماد وهو بيبرر اللي عمله. طبعا ده غلط تماما، وانا بعتذر ان انا عملت كده، كنت افوت اعمل بلوك على طول، بس هو المفروض برضو يتحاسب ان هو شتمني. يعني برضو انا مش ملك وشخص مش معصوم من الغلط، وتقريبا لو اي حد اتعرض لنفس اللي اتعرض له ده يعني ده غير مقبول تماما. لو انا دخلت برضو انا شخص مسيحي، لو انا دخلت اشتم شخص برضو مش مسيحي مسلم، اكيد هيبقى رده مختلف، يعني رده هيبقى شديد قوي عليا وهيشتمني برضو. فمثلا يعني انا بعتذر لكم جدا 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 على اللي حصل ده، وحقكم عليا بصراحه، حقكم ان كنتوا تزعلوا وان كنتوا تشوفوا حاجه زي كده، فبجد انا متاسف جدا. وده معناه انه انسان كذاب وحقير وحسابه محدش هكره ولا حد سرقه. لو كان أبانوب معاه الدليل من الاول على ان الشخص المسلم شتمه كان وضحه لكل الناس من اول ما ظهرت المشكله، ولكن كونه يطلع ويعتذر ويقول ان صفحته اتهكرت ده بيثبت انه ما كانش فيه شتيمه من المسلم. والغريب في الموضوع ده ان مفيش رد لحد الان من مؤسسة الازهر الشريف على الواقعة دي او من اي مؤسسة رسمية، ولكن اللي اعترض ونشر الهاشتاجات افراد عاديين، وده نابع من حبهم وغيرتهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واتمنى كمسلمة غيورة على ديني معاقبة هذا الشخص المسيء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علشان يكون عبرة لكل من تسول له نفسه إزراء الدين الإسلامي وسب وشتم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أما الشخصية القذرة الثانية والكاره للإسلام هو خيري شوقي توفيق، المقيم حاليا في محافظة أسيوط. والشخص ده طليقي واخد أولادي وهربهم خارج مصر، تحديدا في السودان. لما اعتقد انه في مأمن وبعيد عن مصر، طلع مع الحرامي الهارب خارج مصر المنصر رحومة على قناته على اليوتيوب، وبدأ يسب الإسلام ويتهم الإسلام بالدعارة. فتعالوا شوفوا واحكموا بنفسكم يا إخوة. هي معها ثلاث عشاق دي، معها كل واحد عايز النهاردة، كل واحد بيقضي دي مراتك النهاردة، هو ديننا كده، مش أول حالة تحصل لها كده. دي مراتك النهارده، دي عندك، دي مراتك دي يقعد معاك من اسبوع كده حالا ما يسالك.
دي ترفيه. حلا ميزك منه بيسيبه ويمشي. ترفيه للصلاة عامة. ترفيه للصلاة. للصلاة عامة. والشيوخ ترفيه للصلاة. ما ترمط لهم كده. والشيوخ. كل واحد يجحى شوية. التسرية بتاعتهم هي دي. والإسلام يحتاج إليهن. يحتاج إلى الدائرات، ممارسة البغاء، المقنع، البغاء الشرعي، ها؟ البغاء الشرعي. هو في زنا في الإسلام يا حبيبي؟ ما في زنا في الإسلام. ما في زنا في الإسلام يا حبيبي. ما جايبين حاجات زي كذا، زي كل حالات اللي بيرموها بالشارع. تحت العناوين معايا. أنا خبير، أنا دي شغلتي. ما في زنا في الإسلام. وهم بيستغلوا الحكاية دي وبيعتبروا الجنس ده حلال في أي حاجة بكل وسائله. حتى يا ولد، يا ولدي يا أستاذ خير، ده الجنس حلال مع الحيوان، ده الجنس حلال. أيوة. مع حلال مع الحيوان، مع الميتين، مع الأموات. ما انت انت عارف انت ده دين، ده دين يا ولدي، ده دين، ده دين، ده دين. جنس مع الميتين، جنس مع الحيوانات، يخرب بيوتكم، ده دين. ومش بس كده، ده كمان يا إخوة سب وأهاني الأمن الوطني في مصر، علشان كان مطمن إنه برا مصر ومحدش هيعرف يوصل له. الأمن العام عندنا في مصر بيتواصل مع أي واحدة بتنكر المسيح، لأن هو الأمن العام بيستخدمها كداعرة، عارف إن دي مكانها فين والأماكن بتاعت بني سويف دي فين. الأمن الوطني، الأمن الوطني، الأمن الزفت الوطني ده. هم عارفين مكان الناس راحت فين وعلى علمهم. وهم بياخدوا بيسلوا بيهم. ده كان خدم الأمن العام في مصر. كل حتة تانية يسألوني إيه اللي حاصل؟ تعالى روح، تعالى سايبتني الشركة الرسخة وبطلت. لو مش لاقي تبع كل يوم تاني تيجي تروح الأمن العام، يعني مش عايزين دوشة. ويشاء الله سبحانه وتعالى إنه يذل هذا الحقير وتحصل الحرب في السودان ويضطر الذليل ده إنه ينزل مصر. واتمنى من الإخوة اللي فعلوا هاشتاجات لمحاسبة أبانوب عماد يفعلوا هاشتاج لمحاسبة خيري شوقي توفيق، أو محاكمة خيري شوقي توفيق، لإساءته للإسلام أولا ثم إهانته للأمن الوطني المصري من ناحية تانية. ودي مش هتكون أول مرة ولا آخر مرة يساء فيها للإسلام ونبي الإسلام، طالما مفيش أي إجراء قانوني بيتاخد ضد الناس دي. فاللهم نصرك الذي وعدت، والله غالب على أمره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.